يعني مثل ما تابعنا فرح اختار صح، هي الخطوة الأولى بحياة الأشخاص اللي بتغير حياتهم العملية والمهنية بشكل كامل. رح نحكي أكثر عن الفكرة مع ضيوفنا كميل مصلي مدير المشاريع التنموية بسوريا، وريتا خميسة مدير ستادي زون المسؤول عن مبادرة اختار صح. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير ريتا، وصباح الخير لك كميل. صباح صباحكم. اليوم حبلش معك ريتا بالأول ونحكي عن فريق ستادي زون، شو هو هذا الفريق وكيف قدر يمكن يخلق او يكون بفريق اختار صح. تمام. هلا نحن فريق ستادي زون بكل محافظات سوريا، في عندنا بالشام، في عندنا بحمص، في عندنا بريف حمص، بس كونه الاستاذ كميل هو مدير هي المشاريع فهو قادر اكثر يحكي عن هي النقطه. تفضل استاذ كميل. هلا الفكره هي بلشت بحلب بال 2012 مع شابين فريدي يوسف والدكتور سفير سليم. بلشت الفكره من انطلاقا من حاجه الشباب لعدم وجود كهرباء وعدم وجود مي وانترنت وهدول الاشياء الاساسيه اللي بتسهل عليهم انه هن يدرسوا، فانخلق مكان هو لحتى الشبيبه تجي تدرس فيه. مع الوقت صار المشروع هو تحت رعايه مترانيه اللاتين ورهبات يسوع ومريم بسوريا كلها، وبشكل خاص بحمص بمترانيه تحت رعايه مترانيه السريان. تمام. انطلق من حلب، بعد حلب على حمص مثل ما قالت ريتا، ريف حمص، بعدين انتقلنا على الشام وان شاء الله مفكرين لسه بمحافظات ثانيه. فهو بس خلق مساحه للطلاب لحتى تقدر تدرس فيه. بالاضافه صار مع الوقت انه نحن نعمل ايفنتات او نشاطات ثقافيه او تنمويه بهدول المراكز، منا الميوزيكال كلوب، نادي الموسيقي او نادي السينما او نادي الكتاب، وبلش ينخلق مثل مبادرات صغيره كانت على الارض كلها قبل ما يجي الكورونا. وقت صار في كوفيد 19 عندنا بالبلد، نحن اضطرينا انه نحن نسكر المراكز ونقلب انشطتنا كلها لانشطه اونلاين، ومن هون بلشنا نفكر بحاجات الطلاب ونحن كيف ممكن نكون معهم بهي الفتره اللي هن فيها بالحجر. وكمان انطلقت فكرة اختارها صح لحتى تكون نشاط اونلاين، نحن ننشر الفيديوهات على الفيسبوك. ريتا، يعني مثل ما تابعنا بالمادة كل شخص كان عنده تجربة معينة مع التحصيل العلمي اللي هو عم يدرسه، عرضتوا هاي التجربة، خلينا نحكي كيف تم استثمار هاي التجارب لتفيدوا الطلاب اللي هن طبعا بكالوريا بدهم يدخلوا على الجامعة. تمام. هلا نحن الفكره الاساسيه من المبادره انه نفرجي طلاب البكالوريا بثلاث وجهات نظر كل كليه. اول وجهه نظر من قبل الدكاتره اللي هنا رح يحكوا اشياء اكاديميه، المواد اللي بالكليه وخبراتهم وكيف قدروا يوصلوا لهون. ثاني وجهه نظر كانت من قبل ناس هن تخرجوا من الكليه واشتغلوا بنفس مجالهم واختصاصهم، فهيك هن قدروا يوصلوا طلاب البكالوريا كيف فينا نوظف الاشياء الاكاديميه بالحياه العمليه. اخر شيء من قبل طلاب هن، يعني 90% من الطلاب اللي هن بيجوا لعنا على المكتبه ليحكوا تجاربهم والتحديات اللي بمروا فيها كطلاب، فهيك وصلت طلاب البكالوريا بكل وجهات النظر وبكل المراحل اللي الواحد ممكن يمر فيها لحتى يوصل للشيء اللي بده اياه. تمام. كميل، احد المعاناة الكثير كبيره يمكن يلي بتصادف طلاب البكالوريا انه يمكن المعدل او العلامات بتجبرهم على فرع معين، هون بتكون يمكن السلبيه بالموضوع انه هو ما له رغبان بس مثل ما بيقول هيك طلع لي، فهذا الشيء كيف تقدروا تتعاملوا معه على ارض الواقع؟ هلا صراحة قصة المشكلة مع المعدل هي مو بس اوقات بتكون بسبب انه هو بده فروعة عالية ومعدله واطي، لا اوقات هو بيجيب بالعكس تماما، بيجيب معدل عالي فالمجتمع او اهله هو بجبروه انه ما يفوت الفرع اللي هو بده اياه، فنحن عندنا مشكلة المعدل على وجهين. هلا نحن لحتى نتعامل مع هي المشكلة بدنا نتعامل معها من الجذور، من الأهل، من المجتمع، ولحتى نوصل على الطلاب. نحن بمبادرة اختارها صح قررنا على القليل نعرف الشبيبة على الفروعة باختلافاتها، على الفروعة كيف يقدروا يمشوا بقلب الكليات وكيف يقدروا بعدين يشتغلوا. تمام. لحتى إذا ما كان في فرع هو عالي قدر يجيب العلامات تبعيته يشوف أفرع هي بتناسب المعدل اللي جابه لحتى يقدر يسجل عليه، بتناسب المعدل اللي جابه ورغباته وإمكانياته أو الأشياء اللي بتشبهه فينا نقول لحتى يقدر يسجل عليه، ما يسجل على شيء هو ما بيشبهه بس لأنه فرضت عليه المعدل هذا الشيء. أكيد. ريتا، قد ايه كان في تفاعل بين خليني اقول الطلاب المستفيدين من هي الفيديوهات؟ كيف كانت ردود فعلهم وخصوصا لما يشوفوا حدا بيشبههم، حدا من اعمارهم عم يحكي لهم عن تجربته؟
تمام. هلا نحن الفكره كانت اول ما خططنا المبادره واشتغلنا عليها ما كنا ناطرين نشوف ردود الافعال او التاثير يكون اني، يعني كنا نحن ناطرين بعد 5 سنين بس هالطلاب تتخرج او نشوف تغيير لو بسيط بالمجتمع، انه كل واحد فات بالفرع اللي بده اياه. هذا الشيء اللي نحن كنا ناطرينه. بقول عن جد استفدت واخترتها صح. تماما. فالحلو انه رغم انه نحن هيك كنا مفكرين ومخططين قدرنا نشوف تاثير اني من خلال التفاعل على البوست او حتى في كميه طلاب بكالوريا كثير كبيره كانت عم تحكينا على الخاص، عم تسالنا اسئله حتى نحن ما كنا متوقعينها، اسئله كثير تخصصيه، حتى في منهم كانوا حابين يرجعوا يتواصلوا مع الناس اللي هي عطت خبراتها، فهذا الشيء حسسنا باهميه هي المبادره وبحاجه المجتمع لهيك مبادره. اكيد فعلا ريتا، كثير نحن بحاجه لهي التوعيه حتى للاهل، حتى للطلاب، حتى ل يعني دائما بنشوف هي المشكله لما بتطلع النتائج سلمان، شو بدي ادخل فرع، بتلاقي او اهلي شو بدهم، او اهلي شو بدهم، هي اهم شيء. بس كميل اليوم عطيتنا فكره انه يختار الفرع يلي بيشبهه، قد ايه هي الجمله مهمه باختيار الاختصاص الاكاديمي؟ وحضرتك بما انك بالمجال التنموي خبرنا اكثر شو هي النصائح او الخطوط العريضه لكل شخص لاختياره الاختصاص الاكاديمي. تمام. رح ارجع بجوابي على هي الجمله اللي هي يختار الفرع اللي بيشبهه. تمام. بيشبهه من شغلتين، اول شغله اللي هي بيشبه شغفه مثل ما سمعنا بالفيديو، بيشبه شغفه، بيشبه رؤيته، بيشبه اهدافه، بيشبه احلامه لنقول اذا كبرناها. والشغله الثانيه اللي هي بيشبه امكانياته لهذا الشخص، يعني ان كان امكانياته من حيث المعدل او امكانياته لنقول التحليليه. مثلا في عنا كليات، لنحكي في عنا كليات هي انه بتتطلب انه العماره بتتطلب انه الشخص يكون قادر شاطر بالرسم، يكون عنده مثلا يقدر يشتغل بالهندسه الفراغيه مثلا منيح. اذا جينا للمعلوماتيه هو يكون عنده فكر تحليلي قوي، فكر منطقي. فانه هدول الاشياء انه يكون من امكانيات الطالب، بالاضافه ليكون هذا الفرع هو شغفه بالحياه وفعلا بحبه وبيشبه. تمام. نعم. كثير حلو هذا الحكي. يعني مثل ما تعرفنا منكم اليوم كثير مهمه هي الخطوه واختارها صح، بنتمنى انه هي تستمر لسنوات طويله، ما تكون فتره مبادره بس قصيره. قبل ما نختم كلمه اخيره بتحبوا تقولوها؟ هلا انا بدي اقول انه اهم شيء، ونحن حكى كثير ناس عن تجاربهم، بس انا حابه احكي شيء من تجربتي الشخصيه، انه الواحد لما بيعمل الشيء اللي هو بحبه فهو قادر ينجح فيه. فهي نصيحه لكل الطلاب، انه اعمل الشيء اللي بتحبه فانت ما بتحس حالك كل يوم انك عم تشتغل، بتكون عم تعمل كل الشغلات اللي انت حاببها ومبسوط فيها، فهذا هو النجاح بغض النظر شو الكليه. اكيد. بعود بضيف انا على جمله ريتا، مو بس انه اعمل الشيء اللي بتحبه، اوقات الظروف والمعدل بيجبرونا لحتى نحن نعمل اشياء معينه، دور على شيء بتحبه بالمكان اللي انت موجود فيه. اكيد. نقلكم شكرا كثير ريتا وكميل وكميل، وشكرا لكل اعضاء الفريق، نتمنى هذا الوعي فعلا يكون موجود عند كل الاشخاص. شكرا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.